مدير؟ مدير ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مدير المشرحه يا بابا، بقول لك بعد يومين بقيت المدير. انت بتهزر يا ولا؟ هو دي حاجه فيها هزار؟ ولا انا قلت ان انت هتنبسط وتفرح لي وتفتخر بيا زي ما انت كده فخور باخواتي ملوك البيتزا. لا لا، اخواتك دكاتره. عموما بقى لعلمك انا مش بس بقيت مدير، انا بقيت بكلم الجثث وهي بقت بترد عليا وتقول لي حصل لها ايه. تكلم الجثث؟ شوف يا حبيبي، عادي يعني، هو ممكن تكلم الجثث، بتحصل يعني، انما ان الجثث ترد عليك دي تبقى مشكله. هي بصراحه كانت بترد عليا. يبقى لازم اجيب لك مستشفى المجانين تاخدك من هنا حالا. في ايه يا بابا؟ انا بهزر معاك، هو في حاجه اسمها يعني جثث بتتكلم بجد؟ طب قول يا اخي وتقول دعابه كده، خلينا افهم. بس فهمني يعني، بس ازاي يعني هيعملوك مدير وانت يا ابني زي ما انت شايف كده وانت في الضياع خالص يعني؟ بقول لك ايه، اوعى تكون اتكلمت مع مستشار حلواني، انا مش ناقص جمايل من حد. يا بابا ولا كلمت حد ولا جمايل ولا اي حاجه. هو بس المدير بتاعي حصل له مشكله فانا مكانه لحد لما يرجع. مدير احتياطي يعني. ايوه يا بابا، مدير دكة. ارتحت؟ تصبح على خير. دكة؟ يا خسارة، ابني بقى على الدكة.